بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شركة جرائد مانتو ركوسة وصنية من أصمين تا قول كهيران يقول كشبه لغدها ورانتي بشي أودا سيئة حيدي مركي لغدا قبلنطورة إيو وصيريدة كسو جيغة لغدا قول اللي اسكوه كان يفلو هرقيس حمر الكاسو ركوسة هي حان اسكو دركة لغدا قول هيران كشبه لغدها وحجري عوشو أما دليلو مركا شعبك الوضع والإسود يدين تاسو أحايد إما أن نغلا تشن اسكو درك الوضع قولنا لغا تلقلي دادكو حير الجيني يعني مركا صديق بعوحي كدن بايا يعني دولدو إسوق أرتو هيران إشاب اللغا بحا هل كاسو لغو تشتو لغو لهشيو قابكو حل اسكو درساني سادة سعطان قولك هيران مدة تضبط بلاد كبر من الشرع يا كسعدي شركة صادت كبيان في قبسين وبقالة ترب من يكون بحيان بيت ترب من يك جارين الكاسو يدوني يستيد وبوري من نقطة سيدو كلا تشرب الله بحاء هم يا كجوري تضبط من دقيشة الله بحاء دوني بنادر من خبر صدام وبنادر يشوا الله بحاء يستيد من نقطة مركا عقابها سيئة شرين مركو على رجين اللي سارد دارمها وبدها وحوينها مرحلة دولدك ندوان قول الله سنة قارتو بدك فرانسيسو الله فبيساتو الله ترشاتو تلمي دي سهرك عيكا سوا بحضو نصيب در هو لو بلوت كدب وحال ود وغي ودي فرسامو وككورن أفر يطلون قفور كاس ودتكو ماركتا دليلة رب من ايكم وجيع دليلها سوس عضا اي نومو غضا ودي فرسامو لغمة تلقل شعبك لغضا قول guddiga lagu masalay qaabka dawladda ku dhisan tahay guddiga kuma imaan doorasho qof iyo cod laga dadku waxay soo diinayaan su'aalaha soo socda madaw madaxweynaha waddanka Soomaaliya madaxweynaha Xasan Sheekh oo safar tara badan ku kala bixiyay Baydhabo oo Kismaayo ee doosamare oo weyn badan oo saxiisa sida kala tan wasiirka oo tahay arrimaha gudaha madaxweynaha xildhibaan Cabdullaahi Gudax Barre oo Baydhabo oo Kismaayo oo ku kala laftay wasiirka arrimaha gudaha هذا بدن عبد الرحمن الأدواء وأنه سمرابي على ذي واحد بدن سيحانا يي كسمايو مركز شعب كرر هيران يرشد الولد ده حي سوي دينا يعني دولد محل وصل قالوا يسوي ما له تشوي سي مركز رجينا إن شاء الله وأنا دولد وأنا الله سيقالون دوتو وعن تلوي كاسوس صعبة أيام حكومة وصل جدنا إنه وحنا هاي مفرحة أن دولد دولات كهيران يشبع الله ده مركز عليه كتر الجمعية وبتلك شعب مدن لها القضاء مع شوي كتبان يا واحد أسود جدنا دولة كذا بس وصعب دولة فدرالك وعنا تحق لي صعب وش هذا شعب يكون لبا وعنا ملاحظة كذا دول تجان دولة ولا فلسطين شعبك سلام مركز لقى قيب جدي تلاد وضعك سدة من شعبك الوضع ده يعنى كتشتان يهودا يوفر دولة وعنا قابتها رول كذا فرصه محاله فيلم كلا هذا هدي عبشة شعب لا تحب دينه وحاله فيلم كلا غضب هذا صوص هذا علاده يدقن الآن سو تبر كار إن قبيلة قار هل بيك كده كتان جدي وفرس ملا آخر يرتبان كا مرك وحقيب سق الله قار ما مول قا عن كرمز أو عن تلين أمضى قبل الله داس إن لما كن يلحق يرتبان كا لجاروا يهيك سق وضل كوس هذا مدابة قبلنا مهم وإنسان وليه المام برشاد المتار وحلوم الدولة أما يران دولة كالسوني ذا شعب وكوكا بكرام دولة دولة باقو صعدة وضياشة بقلك أقويهنك دمرك علومات الرجالة سياسيين لبضا قبل وحلوم باقينا لمان شعب كهيران يشبع لبضا بحا قيبوه هذا الكالدول إنا موجسان صبر يا دلغاد إن أتكفوا بيتان وحكا ستوء وحكو ديميكا من لمضى شعب وينها لبضى قبل عن كعود سنين شعب وينها لبضى قبل أولاها من سنة أي كرد حيان بغن باليو بغن أي كرد حيان بغن بقالة إيا باليو إن أد مركزتا لفيريو دانت شعبك إيا هرو مركزة انتاس وحي كوصاب سند شركة جرائد دوري اللي أنا أقدر لها دولة يتوين أو قصينه ما حن تعسي يعبارين أيام هلك أن تدرينا
وحن وهرين تعسود لنا ما حولها دولة الفدرال كم ذا حسن شيخ محمود وحن قلتهم تعسود لنا حكومة ولها برلمان شعب وينها الصوماليات حسوقي فوش عم الشلل تاريخ ومرك هاي كودي بشي كوي تمناط كنا عيبوت الصحافة تاسو مسؤولين تربضن لقدر ما شعب تربضن لوح حسوقي أن سدوا كلا توحان كلا أن تعسو درينا أهلدي يا قرابدي دت كاسي كجور يدري الله يسمى الإيمان هم لا سيو أيونا نحريس تيجنا الله كورامي وكي كورنا وعمنا ربي عفما دك دك هسيا وحن عمبارينا حسوقا حن وحن عمبارينا حسوقا فوشنا وحن لنا هاي كم بوليسان دونتان أنا دو مالك ساش عباد حسوق دان ودو بيتي وحن روا أنا نكهبنا قضب طابنا يا تينت إذا مضى قرنك قرحة يا من ذر هذا مرة ماني سواء أنت إذا مضى قرنك الصوماليا أي لدى على دعيان عفما ذره يا بقال حمى سيدا دراد ده حكوا عطينا شعب الصومالي الملك ستوجو أنا يعني عشور تبيحيان سيع إذا ماذا قرر كوه الآن ولل ليو عافي ماد كده من واحد هلي دونا إن شاء الله أنا بتجليه وارتا وحنا كمان مدونا إذا ماذا أجنبي قاه وضن كجوجون وتجلي نوتجلي هذا وجو أدي هذا ما سنتين سو كلا تو حن ربع إن تعسيده كدرة إن أنا حق الصحافة ده أنا أقول تعسيه ضدك إن شاء الله أيوه روح هذا كله نتاي الهوتيل الصحفي مركز وحنا لنا صحافة ومركز دبوط جوجان وحنا لنا إن شاء الله سومالي ورومري قاردونتا وعلى جنب حدونا دبوط هذا ما سنتين.